عفوا، امتى رح نشوف باقي المجموعة؟ رح تشوفوه بأقرب وقت، بس عم نستنى ليخلص آخر تصميم فيها. مثل ما بتعرفوا دارجة سرقت التصاميم، منشان هيك نحن محافظين على المجموعة بكامل السرية. طيب وين الأنسفتون؟ مو هي المصممة؟ بصراحة كنت حابة أعمل معها لقاء. تعاملنا مع الأنسفتون انتهى، وهذا التصميم من المجموعة اللي رح تشوفوها بالعرض، من تصميم الأنسة ريما. معقول الأنسة ريما؟ يعني ليش مستغربة كل هالقد؟ العمى. لك رح ادفع لك ياهن، اصبر علي يا زلمة، بس لا اقبض بعطيك مصاريك وفوقن زيادة كمان. مو كل شوي دقلي ما رح اهرب، فهمنا؟ هذا انت ريما خوفتيني كثير. قلي لشوف مع مين عم تحكي ومتلبك. مع البنك، بتعرفيني مديون، لا تشغلي بالك. هذا ايميل من مونيكا. ما شاء الله سافرت وبالها هون، شو بدها؟ مصيبة. شو القصة؟ شغلتي لي بالي احكي. بدي يعني احكي الحقيقة، بما انه بلش التسويق لمجموعتنا واعترف انه التصاميم لفتونه معي بس ساعة واحدة. ايه مو مشكلة بنوم، شوفت عينك ما ضل ولا صحفي بالصالة، خلص العرض ومشي الحال. عروة قال اذا انا ما صرحت هي رح تصرح. سافرت وما خلصنا منها؟ شو رح تعملي هلا؟ يعني معقولة تفضحني بالصحافة وتحكي الحقيقة كلها؟ انتي لسه ما بتعرفي يا لمونيكا أبداً، طبعاً بتعملها. طيب رنيم خانو، ممكن تحكي معها انتي؟ لأنه إذا صرحت بهالشي رح تنزع سمعة الماركة كلها، مو بس من شاني أنا. المجموعة لفتون ريما، مو لإلك انتي، ما في حل قدامك غير إنك تعترفي بهالشي لنطلع بأقل الخسائر. كيف يعني؟ يعني بدك تعترفي إنك سرقتي المجموعة يا ست ريما، وإلا مونيكا خانم ببساطة ممكن تخرب بيتك. ما ضل قدامك مهرب بنوب.